التركيز على التغذية الراجعة، التركيز على التطوير للتغذية الراجعة، التركيز على التعلم من التغذية الراجعة، التركيز على كثافة الممارسات أثناء التدريب، سر أساسي نحافظ عليه ضمن دورة تدريب مدربين. كما تلاحظون الآن الزملاء يقدمون تغذية راجعة للزميل، والزميل يستفيد من التغذية الراجعة في تحسين مستوى الأداء الذي يقدمه وتطوير مستوى